دلوقتي تعالوا معانا نتابع مع بعض لقاء مع جرجس يسري، واحد من اللي تخرجوا من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وكمان رابي أوندومباسي من أنغولا، وده اتخرج من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة. طبعا هو إحساس عظيم، خاصة إن أنت بتتخرج في يوم بتشريف سيادة الرئيس، وده فخر لأي حد وشرف لأي حد موجود في البرنامج. الحاجة التانية طبعا كانت رحلة طويلة، احنا خدنا أكتر من سنة موجودين في الأكاديمية الوطنية من وزارات وهيئات مختلفة في قطاعات الدولة، والحقيقة كان تدريب قاسي طويل، كان بشراكات دولية كتيرة زي ما الدكتورة رشا تفضلت النهاردة وعرضت في حفل الختام. والحقيقة طبعا تكليل الرحلة دي بنجاحها في النهاية النهاردة مع سيادة الرئيس بتشريفه في تخرجنا، يعني أكيد سعادة بالغة قوي، وأكيد فخر لكل واحد فينا أنه يقف النهاردة قدام سيادة الرئيس في يوم التخرج. تسألني عن رأيي، طبعا إنه شعور يكتنفه الدهشة والسعادة في آن واحد. نعم، لقد سعدت بالمشاركة في هذا البرنامج. نعم، المواد الدراسية التي درستها تركزت أساسا على تسوية النزاعات المسلحة. بالطبع إنه من الأهمية بمكان أن نتعلم أو ندرس تسوية النزاعات المسلحة، وبالتالي نستطيع جميعا وخاصة الأفارقة منا يستطيع أن يتناولوا هذه النزاعات في بلدانهم. بالطبع قد تقدمت أولا بطلب للانضمام إلى المنتدى وتمت الموافقة عليه، فقد استوفيت كافة الشروط المطلوبة. وبالطبع قد سمعت على المنتدى قبل المشاركة، وبالتالي اخترت أن أتقدم بأوراقي.